اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. حلقه النهارده من الحلقات الجميله جدا، لاني هتكلم فيها عن مشكله كلنا تقريبا بنعاني منها، وهي مشكله قشره الراس او قشره الشعر. القشره مشكله كبيره جدا، ناس كتير جدا بتعاني منها. هي مش بس مشكلتها انها طبعا بتظهر على الراس وبيبقى منظرها مزعج، لا دي طبعا ممكن مع الزياده بتاعتها تبدا تنزل على الهدوم بتاعتك، وطبعا بتسبب لك احراق كبير. القشرة هي مش مرض معدي، لكن مع الأسف لو اتسابت وما تعالجتش بدري بتبقى حاجة مزمنة، وبيبقى علاجها صعب جدا، وبنحتاج حاجات مكلفة جدا علشان نعالجها. حلقة النهاردة هكلمكم عن أرخص وصفة موجودة في السوق كله، وأرخص مكونات هنعالج بيها موضوع القشرة ده على طول من أول كام يوم. ومش بس كده، كمان هقولكم على شامبو كويس جدا بيعالج موضوع القشرة، بحيث الناس اللي ملهاش في موضوع الوصفات تقدر تستخدم الشامبو وعلى طول برضو هيعالجوا الموضوع، وتريح نفسك من كل التكاليف ومن كل الحاجات اللي بتستخدمها. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، خليكم معايا لنهاية الحلقة. قبل اي حاجة ما تنسوش لايك الفيديو لو انت جديد معانا، اهلا وسهلا بيك. ما تنساش سبسكرايب في القناة وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوز اللي انا بقدمها اول باول. وطبعا لو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبولي وانا هجاوبكم عليه. قبل ما اكلمكم عن الخلطة الرهيبة السحرية اللي هتعالج موضوع القشرة واقول لكم عن الشامبو، خلينا نعرف حاجتين مهمين جدا. ايه هي اصلا قشرة الراس، وايه الاسباب اللي بتؤدي ليها؟ القشرة هي عبارة عن الخلايا الموجودة في فروة الراس، بس الخلايا دي بتكون ميتة، وعلشان بتكون ميتة فهي على طول بتبدأ كده تظهر في شكل قشور بيضة، والقشور دي بتبدأ تملى الفروة كلها وتبدأ تنزل طبعا على الهدوم، ومع الوقت ده بيزود جدا من جفاف الفروة، وبيزود من انها طول الوقت بيحصل لها تقشير، وبالتالي الموضوع ما بيخلص والموضوع بيتزايد بشكل مستمر. بعد ما عرفنا ايه هي القشرة، تعالوا نعرف ايه هي الاسباب اللي بتؤدي للقشرة. هكلمكم النهاردة عن اهم 6 اسباب بيؤدوا للمشكلة دي. اول سبب واشهر سبب، وهو جفاف الجلد بتاع فروة الراس، وده دايما بيحصل لما نكون داخلين من فصل لفصل، او بتشوفوا بشكل كبير جدا في الشتاء. في فصل الشتاء بتكون دايما متعرض لهواء بارد شديد، وبتدخل البيت على هواء دافي، التغير في الجو ده بيعمل جفاف شديد جدا للفروة، فبيزود من المشكلة، وناس كتير بتلاقي ان في الشتاء الموضوع بيزيد معاها. اما تاني سبب مهم جدا، وهو استخدام شامبو يكون مش مناسب لفروة الراس. علشان كده مهم قوي ان انت لما تستخدم شامبو تكون عارف ان الشامبو ده فعلا مفيد لفروة وتراسك، لان هو لو مش مفيد او لو انت اتضايقت من استخدامه هيسبب حساسية جديدة للفروة، والمشكلة دي هتبدأ تظهر على طول. اما ثالث سبب، وهو اصابة الفروة نفسها بعدد كبير جدا من الامراض، زي الاكزيما وزي الصدفية وغيرهم جدا من الامراض اللي ممكن تؤدي لمشكلة القشرة. اما رابع سبب، وهو المرحلة العمرية، دايما هتلاقي ان الشباب او فئة الشباب من اكتر الناس اللي بتعاني من المشكلة دي، لان الهرمونات بيبقى نشاطها عالي جدا، علشان كده هم اكتر ناس دايما بيشتكوا من مشكلة القشرة. خامس سبب، نقص بعض العناصر الغذائية في الجسم. خدوا بالكم يمكن دي موضوع اصلا محدش يعني كان يفكر انه في حاجات لو قلت في الجسم ممكن القشرة تحصل. في 3 عناصر مهمة جدا جدا لصحة الفروة، زي الزنك، زي فيتامينات بي، زي الأوميجا 3. التلات حاجات دول لما بيبدأوا يقلوا على طول بتبدأ تظهر مشكلة القشرة. علشان كده لو حصل لك مشكلة القشرة وانت مش عندك اي سبب من الاسباب اللي انا بقولها، تبقى عارف ان ده بسبب نقص في العناصر الغذائية اللي انت بتاخدها. اما سادس واخر سبب، وهو قلة غسل الشعر. ناس كتير جدا وخاصة طبعا في الفصول البرد زي فصل الشتاء بيبقى في حالة كسل عامة، فمش بنبقى يعني مستمرين في غسل الشعر. ده بالاسف بيؤدي لتراكم خلايا الجلد الميت على الفروة وتراكم الدهون، علشان كده بتلاقي انه على طول بدأت تزيد القشرة في الفروة بشكل ملحوظ جدا. بعد ما عرفنا الاسباب، قبل ما نتكلم عن الشامبو الممتاز اللي انا جايبه لكم، هتكلم عن وصفة طبيعية للناس اللي
بتحب تخلص الموضوع بأقل التكاليف. الوصفة دي مش هتكلفك أبدا حتى 2 أو 3 جنيه لأنها كلها حاجات موجودة عندك. الخلطة كل اللي هحتاجه فيها هو نص كوباية من خل التفاح ونص كوباية من المية. الحاجتين دول هخلطهم مع بعض وحطهم في أي إزازة عندي بتكون سبراي علشان تسهل عملية الاستخدام. تعالوا أوريكم هستخدمها إزاي. بعد ما بقى عندي العلبة جاهزة هبدأ أرش القليل منها على الشعر كله وأعمل تدليك لفروة الراس، أدلك بشكل كويس وبعدين نستنى ربع ساعة وبعدين نغسله. العملية دي ممكن نكررها مرتين اسبوعيا لمدة 3 شهور وهتشوفوا نتيجة هائلة جدا. طيب تعالوا بقى نعرف ايه هو الشامبو للناس اللي مش عايزة تستخدم الوصفة. عندنا شامبو حلو جدا جدا لموضوع القشرة وهو اسمه سيلينجينا شامبو. الشامبو ده متوفر وموجود وليه قدرة رهيبة جدا على ازالة القشرة تماما. طيب خلينا قبل ما نعرف هنستخدمه ازاي نعرف ايه اهم مكون بيميزه وهو اللي بيساعدني في التخلص من القشرة. الحقيقة هو في مكونين مهمين جدا. اول حاجة مادة سيلينيوم سلفايد 1%. المادة دي اصلا بطبيعتها مضادة للفطريات قوية جدا، علشان كده المادة دي بتساعدك ان تتخلصي من القشرة الموجودة وفي نفس الوقت تساعدك انك تتخلصي من الهرش المستمر وبتقلل جدا من الموضوع. حتى لو انت بتشتكي من تينيا برضو بيعالج الموضوع ده. اما تاني حاجة مجموعة حلوة جدا من الزيوت زي زيت الجوجوبا وزيت أملة. الزيوت دي بتساعد على تقوية الفروة طبعا بعد ما احنا بنعالجها بنبقى عايزين حاجة تقويها وتديها منظر صحي. الزيوت دول ممتازين جدا لأنهم بيدوا الفوائد دي. طيب تعالوا ازاي نعرف طريقة الاستخدام. طريقة الاستخدام بسيطة وسهلة جدا. اول حاجة شعرك لازم يكون مبلول وبعدين هتجيبي ازازة الشامبو وترجيها كويس جدا وتوزعي منها على الفروة وتعملي تدليك حلو وبعدين تستني من 3-5 دقايق وبعدين تشطفي شعرك بمية لا هي ساقعة ولا هي سخنة بمية فترة. والموضوع ده ممكن نكرره مرتين اسبوعيا. قبل ما اختم الحلقة في نصيحتين مهمين جدا بخصوص الشامبو لازم اقولهم. اول حاجة لو بعد ما استخدمتي الشامبو بتاع القشرة حسيتي انك عايزة تهرشي او في احساس بالحكة يبقى تستخدمي كريم مرطب للشعر. اي كريم بتستخدميه تبدأي تستخدميه للشعر. اما تاني حاجة لو طبعا شعرك او الفروة بتاعت الراس كان فيها اي حروق او اي دمامل او اي جروح مفتوحة يبقى ما ينفعش خالص تستخدمي الشامبو. لازم الاول تعالجي الفروة وبعدين تبدأي تستخدمي الشامبو بتاعك. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو سبسكرايب في القناة واهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.